طمني أن يوصل لكم في مسألة معالجة كورونا كأزمة وكوباء عالمي أن الدولة المصرية خدت القرار وجبهة التحدي خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد وما زالت. سعت القيادة السياسية إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال حزمة أطلقها سيادة الرئيس للرعاية الطبية في مصر عام 2018، مشروع التأمين الصحي الشامل وإنشاء مستشفيات نموذجية متكاملة على أعلى مستوى طبقاً للمعايير العالمية. بالنسبة لمستشفى بوتيك دي واحدة من سلسلة المستشفيات الوزارة أنشأتها بتوجيهات رئاسية، هي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لأسيوط. تم رفع القدرة الاستيعابية للمستشفى، بقت 200 سرير إجمالي، 140 منهم عناية متوسطة ومنهم 60 سرير عناية مركزة. تم إمدادنا ب 50 جهاز تنفس صناعي، وبقى القوة الإجمالية 60 جهاز تنفس صناعي، 196 جهاز مونيتور. مستشفى بلطيم مركزي خضعت لتطوير شامل في السنوات الأخيرة، وبعد التطوير اتضمت للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية. في معركة وقودها التضحيات من أجل إعلاء صحة الوطن، بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً استطاعت الدولة المصرية التصدي لتلك الجائحة بتخصيص مستشفيات المنظومة الجديدة والمجهزة على أعلى مستوى للعزل الصحي للمصابين بالفيروس بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة. إنجازات ونجاحات لم تكن أبداً وليدة الصدفة. تخطيط استراتيجي مسبق ساعد الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على جسور التنمية التي لطالما سعت إليها القيادة السياسية. القوة الاستيعابية وصلناها ل 127 سرير، 37 سرير عام مركزة، رفعنا عدد أجهزة التنفس الصناعي من 6 أجهزة تنفس صناعي ل 42 جهاز تنفس صناعي. أبداً لا تألو الدولة جهداً من أجل أبنائها، عناية طبية فائقة يتلقاها مريض فيروس كورونا داخل المستشفيات الجديدة التي تم تخصيصها للعزل، بدءاً من ثبوت إيجابية التحليل واستقبال المريض ونقله إلى مستشفيات العزل والدعم النفسي المقدم ثم الإقامة وتلقي العلاج، مع التشديد على إجراءات مكافحة العدوى خلال فترة إقامته. المستشفيات تقوم بتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى طبقاً للبروتوكولات العلاجية المحدثة التي وضعتها اللجنة العلمية. بروتوكول اتعمل على أعلى مستوى، تريسنج اتعمل الحالات على أعلى مستوى أو تعقب الحالات على أعلى مستوى. كل مهمتنا إن احنا نطلع نطمن أي بيشنت في أوضته كده ونتكلم معاه نشوف مشاكله. عامل إيه؟ الحمد لله. مستوى سكري عامل حسن. أول ما بنستقبل المريض في المستشفى بنعمل تقييم لحالته، هي بتكون بسيطة أو متوسطة أو حرجة. على هذا الأساس بنعمل له كل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وعلى طول بندي له كورس العلاج طبقاً للبروتوكول المحدث من وزارة الصحة، وده بيبقى لمدة 5 أيام مع مراعاة تاريخ المرضي لكل الحالات. العلاج بتاعنا في مواعيده، كل حاجة متاحة في أي وقت، خدمة ممتازة، دكاترة بيهتموا بكل شيء، بكل صغيرة وكبيرة، وبنعمل تحاليل البي سي آر وبنعيد بعديها ب 48 ساعة للتأكد من تمام شفائه. أخدت العلاج 5 أيام وبقيت بكل 48 ساعة تعملي بي سي آر. إحنا هنا بنعمل كل التحاليل الخاصة بالمريض. فكانت الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة ومعالي وزارة الصحة إن إحنا نتوسع في محافظات مصر كلها، وفعلاً بالفعل بقينا دلوقتي 30 معمل بي سي آر بيعمل تحليل الكوفيد 19 زيه زي المعامل المركزية. فدلوقتي إحنا موجودين في كل محافظات مصر. تلك المستشفيات هي حق لكل مواطن مصري أن يعالج فيها بمبدأ المساواة، فأصبح المواطن المصري يتلقى الخدمة الطبية على أعلى المستويات بالمجان. هنا ما فيش فرق ما بين غني وفقير. Here it's a hospital, it's for free and you are welcome, you are Egyptian, we do our best for you. بعد بيت الإسعاف إجت قامت أخداني وقامت مجايباني هنا. سألت على أبويا، طلعوني لأبويا هنا قعدت معه. من الناس أيما بالواجب وأي طلبات بنطلبها بتيجي من غير أي مقابل. لو في مريض طلب مني أكلة معينة خلي الشيف يعملها له، لأن دي إحنا ما نقدرش نتأخر عنه فيها. طليبة بتمتحن وعايزة تمتحن، فأنا
ما لقيتش غير ان انا ارفع التليفون اكلم معالي الوزيره، وفي نفس اليوم فوجئت ان فعلا جايين وتعاقدوا معايا على خط النت وركب عشان الطالبه تمتحن. الاطفال الصغيره من اول ميار وتورته عيد الميلاد اللي كانت فرحانه بيها لإيلين اللي جبنا لها فوانيس، بجد انا شفت منظومه ما تخيلش اني اشوفها، والله شفت حاجه انا ما تخيلش ان المستشفيات الحكوميه المصريه فيها الخدمه دي. الناس دي خدوني من الموت، ردوا لي حياتي تاني، دول ملائكه مصر ماشيين على ارض مصر. عارفه نفسي ان انا ايه يعني، ضايعه لاني واحده حامل وعندها كورونا ومناعتها ضعيفه. شوف النهارده ليها كام يوم وهي والده مولوده ما مسكتهاش. بصراحه الحكومه دارت الازمه على اعلى مستوى، وفرت المستشفيات، وفرت العلاج، وفرت الرعايه، وفرت كل حاجه بصراحه. يعني الحمد لله ربنا يحمينا يا رب، ان شاء الله يحمي الدوله بتاعتنا ورئيسنا، وان شاء الله خير باذن الله. الراي نشكر نشكر نشكر، انا شخصيا ابدي بحياتي. ده ايه الرئيس ده؟ ده ايه الرئيس عبد الفتاح السيسي ده؟ ايه اللي بيعمله معايا ده؟ ده ايه الراجل ده؟ ايه بجد 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 الراجل ده خايف على اهل البلد دي. اسمحوا لنا باسمي وباسم كل المصريين اتقدم للقطاع الطبي في مصر، اطباء واطقم تمريض، كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم اجمع.